السماء بتدي ايه؟ مواهب، بتدي مواهب، بتدي عطايا الهيه، بتدي نعم وبركات سماويه. السماء بتدي كل حاجه خيره لاولاد ربنا. فما فيش انسان بياخد اي موهبه او عطيه من السماء الا اذا كانت السماء نفسها هي اللي ايه؟ ادتها له. يعني على سبيل المثال، ما حدش يقدر ياخد الكهنوت ده ويروح يجري وراه لغايه ما ياخده، ده اغتصاب للكهنوت. ان لم يكن الله قد دعاه للكهنوت دعوه صريحه واكيده جدا، يبقى بياخد لنفسه حاجه ربنا ما دعاهوش ليها، فما تثمرش وما تجيبش نتيجه. اه صدقوني لازم يبقى دعوه من ربنا واضحه. طب احكي لكم اختبار شخصي زي بعض بالمناسبه دي. انا كنت شماس مكرس في قسم الجيش الجيوشي، متسمت فيها كهن يعني بعد كده. المهم فايه، وانا كان في فكري الرهبنه، كان طريق الرهبنه، وكنت متفق مع سيدنا انبا ساويرس صلى الله عليه نفسه رئيس دير المحرق، احنا ده ابن عمتي اخت ابويا لازم ان احنا نروح نترهبن مع بعض. بس انا كان عندي جيش وهو ما كانش عنده جيش، فهو سبقني وراح اترهبن، قال لي هسبقك على ما انت تطلع من الجيش. فاولا تونس رغب الله ينحي نفسه صمم اترسم كاهن في على مجلس الجيوش. فقلت له بصراحه يا ابونا نصرحك، انا اتجاه رهبنه، مش انا ما استاهلش الكهنوت ابدا، بس انا اتجاه رهبنه يعني، فانا ان شاء الله هروح. قال طب ما نصلي يا ابونا شوف ربنا عايز ايه. قلت له حاضر يا ابونا، ما لازم الطاعه. قعدنا نصلي، قال لي هي بعد شهر، قال لي هي. قلت له انا لسه الرهبنه في قلبي وفي فكري وهي اللي مسيطره عليا. فقعدت بنصلي تاني. المهم جه في يوم الايام بقى بعد شهرين ثلاثه اربعه، قال لي بص انا اتكلمت مع قداسه البابا، البابا شنود الله ينحي نفسه، وقال لي بالحرف الواحد كده، انا مش هرسم معاكم في كنيسه الجيوشي غير ابراهيم عبده. البابا شنود كان المرشد الروحي بتاعي الاربع سنين بتوع الكليه، كان هو المرشد الروحي بتاعي. اه الله ينحي نفسه يعني. المهم يعني فقال له انا مش هرسم لكم غير فلان لو بترشح. قال له احنا عايزينه، بس هو اللي بيقول رهبان. قال طب طول بالكم عليه وكده. المهم لغايه ما في يوم من الايام، وابونا بنتروس كان مطول باله عليها بصراحه، لغايه ما في يوم من الايام حلمت ان انا داخل كنيسه الانبا لويس الاثريه دي الصغيره دي اللي في الكاتدرائيه دي، عارفينها طبعا كده. انا جاي داخل الكنيسه، بصيت لقيت قدامي واقف على باب الكنيسه القديس العظيم حبيب قلبي البابا كيرلس السادس، واقف على باب الكنيسه. انا جاي، انا داخل لقيته جاي ورايا، مش كان واقف، هو جاي ورايا. فلقيت حد جاي ورايا على طول، فببص لقيته، رحت اتاخد اخدت بركه، اتفضل سيدنا اتفضل. راح واقف على باب الكنيسه ووصي لي كده اللفته الحلوه الابويه دي، وقال لي تعال تعال يا حبيب ابوك، تعال هات راسك هات راسك. رحت موطي راسي على طول، حط ايده الصليب على راسي، وراح زققني بايده من في كتفي كده بايده اليمين اللي فيها الصليب مع ابتسامه عريضه، قال لي مبروك. صحيت من النوم، كانت رؤيه بالظبط كده، كانت رؤيه. صحيت من النوم ايه؟ فرحان جدا جدا بالكهنوت، لقيت ان انا كنت خايف على ما اروح لبنص واقول له انا شفت الرؤيه دي الفلانيه يكون رجعوا في كلامهم. بعترف يعني من كتر فرحه قلبي بالكهنوت، اصل بابا كرس حط ايه؟ ايده خلاص. فالدعوه من ربنا واضحه زي الشمس، مش محتاجه الجدال. فما حدش يقدر ياخد حاجه من نفسه الا منين؟ الا لم يعطى من السماء. احبائي